أسطورة الباندا الأحمر. ما الحكاية التي تريدها يا رومبا؟ حكاية القطارات؟ لا شكراً يا روزي. النمور؟ القمر؟ سمعتها كلها مئات المرات، أريد حكاية جديدة. حسناً دعني أفكر. في قديم الزمان كان هناك باندا صغير أحمر. كان هناك باندا صغير أحمر وكان يريد أن يكون شجاعاً كالأسد، فمشى مسافة طويلة جداً جداً عبر صحراء جافة وحارة، ثم وجد قارباً صغيراً فراح يعبر المحيط الواسع الكبير. روزي! روزي! ماذا تريد يا رومبا؟ ماذا حدث للباندا الأحمر؟ لم أستطع النوم، إنها أفضل حكاية على الإطلاق. آه حسناً، نعم، وصل الباندا إلى جبل مرتفع مغطى بالثلوج. وراح يتسلق إلى أعلى، ولكن فجأة انزلق الباندا على الثلج وراح يتدحرج، لكنه لم يصب. وهنا أتت نحوه بومة زرقاء حكيمة وقالت: اتبعني وأنا سأدلك لمكان تجد فيه فضيلة الشجاعة. ثم طارت بسرعة فلم يستطع الباندا أن يتبعها. وبعدها ماذا حدث؟ وعدت لين أن أساعدها، سأكمل مساء. أنا لا أستطيع الانتظار. مؤسف ألا يكون عندك مزلاج يا بينون، كنا تزلجنا معا. نعم مؤسف. أهلا قرز. أهلا بينون، لو تسمعان الحكاية التي ألفتها روزي. حسنا، ما موضوعها؟ الباندا الأحمر. جاهزان؟ في قديم الزمان وجد باندا أحمر أراد أن يصبح شجاعاً كالأسد. بعدها من هو ذلك الباندا؟ ليس حقيقياً، حكاية مؤلفة. أنا أحب الحكايات. أكمل يا رومبا. صنعت لك مزلاجاً يا بينون كي نتزلج معاً. شكراً. لو أنني أعرف كيف تنتهي حكاية روزي. وأنا أيضاً، أخبرني رومبا عن البومة الزرقاء الحكيمة وحبات البلوط تريد سماع الحكاية أيضاً. علي أن أنتظر إلى المساء لأعرف النهاية. ربما لو ذهبنا وسألنا روزي قد تخبرنا الآن. نعم فكرة رائعة، لما لا تتزلج يا بينون؟ أظنني سأجرب فيما بعد. أرجوك. هيا يا روزي. أنا منشغلة بمساعدة لين، أريد أن أعرف نهاية الحكاية. هيا يا روزي، ماذا حدث عندما لحق الباندا الأحمر بالبومة الزرقاء؟ حسناً سأخبركم. سأخبركم فيما بعد. متى؟ في آخر النهار في الساحة. رائع، شكراً يا روزي. أنت محظوظة يا روزي، فأنت تعرفين نهاية القصة. اصعد على المسرح لأجرب الإضاءة. أنا على المسرح؟ لا عليك يا بينون، أنا سأصعد. بسرعة تعال معي. لين، ماذا يجري؟ علينا أن نساعد روزي وليس أمامنا وقت. والآن النهاية المنتظرة لأسطورة الباندا الأحمر مع الراوية البارعة روزي. إذن الباندا الأحمر حاول أن يجد البومة الزرقاء الحكيمة ثم
هناك تغيير في الخطة. حان الآن دورنا لنخبركم عن أسطورة الباندا الأحمر. إنه الباندا الأحمر. لقد سافرت عبر المحيط وتسلقت الجبل. نعم، وعلي أن أجد البومة الزرقاء الحكيمة، وحدها تجعلني شجاعاً. أحضري أجمل ريشة زرقاء عندك، أريد أن أستعيرها على الفور. أين يمكن أن تكون البومة الزرقاء الحكيمة؟ أنا هنا، البومة الزرقاء الحكيمة. تويتو. لست بحاجة إلى إعطائك فضيلة الشجاعة، لأنك فعلاً شجاع جداً. لقد عبرت المحيط وتسلقت الجبل وصعدت على هذا المسرح أمام كل أصدقائك. أنت أشجع دب على الإطلاق. الباندا الأحمر. نعم، الباندا الأحمر. شكراً لك يا روزي الحكيمة، أعني البومة الزرقاء الحكيمة. يعيش الباندا الأحمر والبومة الزرقاء الحكيمة. روزي، هل تؤلفين قصة لتصبح حقيقية كحكاية الباندا الأحمر؟ في قديم الزمان كان هناك أرنب أزرق خلد إلى أرجوحته واستغرق في النوم. لا أشعر بالنعاس، أريد سماع الحكاية. إنه دورك لتروي الحكاية الليلة. لقد صحت حكايتي. أريد منكما أن تجهزا مسرحاً كبيراً للاستعراض المدهش الرائع. كبير كيف؟ كبير، أنا نجمة كبيرة جداً وأحتاج مسرحاً كبيراً. إلى الفضاء يا ريشات. والآن ما رأيكم؟ نعم، أحسنتم جميعاً. فعلاً بداية جيدة. فاشلة جداً. لست مضطرة لسماع هذا. قد تصبح ممتازة إن عملتم معاً. هذه تكفي، سيكون لدينا مسرح في القريب. إنها بدائية قليلاً. مسامير وبعض الصمت وتصبح جيدة. بلبلة تريد المسرح متميزاً. كرز، علينا أن نجد أفضل خشب ونصنعه بأفضل طريقة. أي ببطء شديد. والآن كل ما علينا فعله تجهيز الكشك. كشك؟ أي كشك؟ الفشار والحلوى. لا استعراض بدون الفشار والحلوى. طبعاً صحيح يا لين، لنذهب ونحضرها. أنتما مستعدان؟ 3، 2، 1، انطلاق! بعد إذنكما، أنا في الوسط بينكما ومصرة على ذلك. حسناً، ما رأيك أنت؟ لن أقول شيئاً، في المرة الماضية غضبتي. عرفت رأيك. يا رمبا، هل تساعدني في تدريب الريشات؟ أنت تريدين مساعدتي؟ حسناً، ستجري الأمور على طريقتي. نحب الحلوى، ننط. آسف يا حبات البلوط، إنه استعراض طيران للعصافير وأنتن لستن عصافير. أنتن رفرف 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 رفرف.
حسناً يا ريشات، القاعدة الأولى. هل يمكن أن القاعدة الأولى حسن الاستماع، الوقت قصير قبل الاستعراض. والقاعدة الثانية؟ عليكم أن تقوموا بالحركة نفسها ولكن في الوقت نفسه. الوقت نفسه؟ لكن أنا بلبلة النجمة. هكذا، هيا بنا يا ريشات. أحتاج فقط إلى كمية كبيرة من الصمغ وينتهي العمل. وأخيراً دم 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 لا يا كرز، لم ينتهي بعد. وهي أهلاً بلبلة، طاولتك صارت جاهزة. أظن أنك تعني مسرحي، الأنظار ستكون علي. بلبلة أعني علينا نحن الريشات. بسرعة، وقت الاستعراض. كم أنا متشوقة. حظا سعيدا. هيا يا ريشات، هيا يا ريشات. لن تحاولي إبطائي هذه المرة. ماذا؟ أنا لم أفعل هذا من قبل. لن تستطيعي اللحاق بي. على الأقل أنا لا أهز ريشتيني لألفت انتباه الجميع. هذا يكفي، سأنسحب. سأنسحب أولا. بست، دورك. لا يا رب، أنا أنسحب. الاستعراض قد ألغي، الريشات قد انتهت. ليه؟ ماذا؟ لماذا؟ ماذا حدث؟ لن ينجح الأمر يا روزي، كل منهم يريد أن يكون نجماً. لكن أنا النجمة. سنكون كلنا نجوماً، ولكن لبعض الوقت. لكل منكم دوره، هل يمكنكم ذلك؟ نحن نرحب بالجميع في استعراضنا البديع، إلى فوق إلى تحت في كل الأنحاء. نحن الأشهر في الفضاء، نحن الريشات الطائرة، نطير ونحوم إلى الغيوم، أسرع من أسرع طائرة، نحن الريشات الطائرة. كان يلزم صمغ أكثر. ثلاثة. لقد عملنا معا. هيا إذن. والآن حان وقت الذهاب، انتهى العرض يا أصحاب، قضيتم أوقاتا رائعة معنا نحن الريشات الطائرة. رفرف. وماذا بعد ذلك؟ نطير ونحوم إلى الغيوم، أسرع من أسرع طائرة. أنا نجم، أليس كذلك؟ أتريد الحقيقة يا رومبا؟ أتريدين شطيرة موز وعسل يا روزي؟ أنت نجم يا رومبا. وأنت أيضا يا روزي أحيانا. لكل واحد دوره. ألا تعزى
تعزفين على أي آلة؟ إن صوتي في الغناء هو آلتي الحقيقية يا رومبا. ياه، أظن أنني أحتاج إلى المزيد من التدرب. كم أنا متشوقة لنعزف كلنا معاً. سنؤلف فرقة موسيقية كبيرة. لا يمكن أن نكون فرقة، ليس لنا اسم. ما رأيك في روزي والمرنمون؟ لا، فرقة رومبا الحماسية أو فرقة السفارة العنيفة. يلزمنا اسم يشبه نوع الموسيقى التي سنعزفها. فرقة الصرير المرير. ما المشكلة يا بلبلة؟ أرزا أعطتني هذا المصفار، وأنا لا أريد أن أخيب أملها في يوم عيدها، لكن لا أعرف كيف أعزف عليه. لا عليك يا بلبلة، أنا متأكد أنك لو تدربتي ولم تستسلمي فستعزفين على هذه الآلة ببراعة. بالتأكيد سأكون بارعة. ما رأيك أن تحاولي النفخ فيها؟ يا حبتي البلوط، ليس لطيفاً أن تسخري من بلبلة. هلا توقفتم؟ تذكري يا بلبلة، البراعة بالتدرب. هيا يا بينون. سآتي حالاً. العزف على الملاعق صعب. أظن أنه من الأسهل أن تعزف على ملعقتين معاً يا بينون. أحسنت يا بينون. أوبس. لنتابع التدرب يا بينون. صفافير. ليست صفافير، هذه الآلة مصفار. وأين الصفافير؟ هذا إزعاج كبير. سأجد مكاناً آخر لأتدرب. مرحباً يا فكري. بما أنك لن تستطيع الانضمام إلينا، فكرنا أن نأتي للعزف ونغني لك. إن هذا رائع جداً، كوني أقدم شجرة فإنني أعرف مدى أهمية هذا اليوم لأرزا. أرجو أن يعجبها عزفنا. مستعد يا رومبا؟ مدهش. كرز، لقد أفسدت لحننا. أنا آسف، هيا لنبدأ من جديد. حسناً، من البداية. 1، 2، 3، 4. لكن لماذا توقفتما؟ عزفك قوي جدا. ممتاز. ليس تماما يا فكري، ما زالت فرقتنا دون اسم لها. لنرى إن كان الجميع جاهزين. حظاً سعيداً لكم. اسمعوا، ما هذا؟ إنها آلة جميلة. هذه آلة متميزة أعطتني إياها أرزا، وتسمى صفافير. صفافير صفافير، وأيضاً صفافير. توقفوا، إن كنتم ستسخرون مني إذن لن أعزف. ولكن يا بلبلة، نحن لم نكن نسخر منك، كنا نضحك مع حبات البلوط. صفافير صفافير. أظن أننا أغضبنا بلبلة، لن نصبح فرقة من دونها. اتركوني وشأني. اسمعوا، بلبلة جعلت الأجراس تعزف. حقا؟ نعم، بلبلة، رفرفي ليهب الهواء اللازم للأجراس فتتمكن أرزا من العزف معنا. أصفق بجناحي. وماذا عن مصفاري؟ ما تقصده روزي؟
هو أنك ستقودين الآلات الأخرى هكذا. سأكون القائد؟ طبعاً سأفعل ذلك. رائع. وأيضاً بفضل حبات البلوط وجدت اسماً مناسباً لفرقتنا. لنبدأ الآن حفلة موسيقى الهواء، تعزفها فرقة الصفافير. ممتاز. هذا أسعد أيامي السعيدة على الإطلاق. أنا في الحديقة مع أصدقائي أستمع إلى أجمل موسيقى هواء سمعتها في حياتي. آلتي! شكراً يا حبات البلوط. روزي، أتعتقدين لو تدربت مثل بلبلة سأتعلم شيئاً جديداً أيضاً؟ نعم، فكري طبعاً على حق، البراعة تأتي بالتدرب. ما رأيك يا روزي؟ ممتاز يا رومبا. كرز والتنين. نستطيع أن نقدم الأميرة الوردية الجميلة. فكري أعجبته كثيراً هذه المسرحية. لا أريد شيئاً وردياً أرجوكي، فلنقدم شيئاً فيه مغامرات وأبطال كثيرون. أوه، وفيه سحر. نريد قصة فيها أدوار للجميع. هي، ما هذا؟ الأمير والتنين. كانت هناك أميرة جميلة. سجنها في كهف بعيد تنين مرعب. أوه، تنين؟ وكان التنين المرعب مخيفاً، فلم يتجرأ أحد على إنقاذ الأميرة إلى أن قرر ذات يوم أمير شجاع جداً. أمير شجاع، هذا أنا. أن ينقذ هذه الأميرة. وكان للأمير صديق ساحر. هل قلت الآن صديق ساحر؟ قال للأمير إنه سيهزم التنين إذا استخدم سلاحه الأقوى. إنه سيفي. حصانك. ألقى الساحر سحره على حصانك وجعله أسرع حصان في المملكة. كي يستطيع الأمير كرز إنقاذي. أنا الأميرة الجميلة. خرج التنين من كهفه ليلاقي الأمير، ولكنه كلما أسرع في جريه كان الأمير أسرع منه. تعب التنين كثيراً فنام، وهكذا استطاع الأمير أن ينقذ الأميرة. هذه القصة تصلح لعرض أمام فكري. إذن روزي ستكون هي الراوي وأنا سأكون الساحر. كرز الأمير، لين الأميرة، لكن من هو التنين؟ أنا. أليس حجمك صغيراً؟ أنا لست صغيراً، صحيح يا روزي؟ أنا رأيت تنيناً حقيقياً، إنه ضخم جداً. تنين حقيقي يا بلبلة. ما رأيك أنت يا بينون؟ هل ستكون التنين؟ لا، أنا سأشتغل ببناء المسرح للعرض. إن كان رومبا يرغب في أن يكون التنين، علينا أن ندعه يجرب. يبي! لكن ليس عندنا هنا زي التنين. لا بأس، سأصنع واحداً. أنا سأساعدك، أعرف تماماً شكل التنين. ألقى الساحر سحره على حصان الأمير كرز وجعله أسرع حصان في المملكة كلها. أبراك زوما، حصان أكاويزيكم. وهكذا انطلق الأمير كرز بحثاً عن التنين. التنين. أيها التنين الجبار، أنت أضخم جداً جداً مني، ولكن أوه. أوه.
رومبا يجب أن تكون مخيفاً. كنت سأكون مخيفاً لو أن أحدهم لم يأخذ ذيلي هكذا. كان علي أن أصنع عباءتي. وعلى كل حال التنين الحقيقي ضخم جداً ويخرج ناراً هل التنين حقيقي؟ لا عليك يا لين، التنين مجرد خيال. هذا رأيك أنت، حقيقي أم لا؟ المهم أن يكون ضخماً ومتوحشاً. آسف يا رومبا. قد نستطيع مساعدتك. أنا كبير لأكون تنيناً بلا مساعدة. انتظروني فقط وسترون. لن يراني أحد هنا. سأفاجئهم. سأصنع أفضل زي تنين لم يرى أحد مثله من قبل. لقد صنعت زياً رائعاً يا رومبا. كنت على حق يا كرز. لست ضخماً بما يكفي. يجب أن أكون ضخماً جداً لأصلح كتنين. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أربعة أضعاف. وجدتها رومبا. أنت صنعت أفضل زي تنين. ما زلت تريد أن تكون أفضل تنين؟ نعم، ولكن إذن سنساعدك كلنا. هذا أمر مدهش. هذا سيجعلك أسرع أمير في العالم. شكراً أيها الساحر الماهر. وهكذا أسرع الأمير كرز ليواجه التنين المتوحش. أحسنتم. أنقذني أيها الأمير الشجاع. طبعا. لا تخافي يا أميرتي. انتبه يا أمير كرز. لا تخافي، لا تنسي أنني الأسرع. أحسنت، رائع. إنه يقترب. لا تقلق يا ونيس، لقد بدأ يتعب. لقد نجحت، التنين سوف ينام. الأمير الشجاع الوسيم كرز أنقذني. يعيش التنين رومبا، إنه أفضل تنين على الإطلاق. بفضل مساعدة أصدقائي.